الوقت يمضي وكذلك الأمر يعني ما تبقى معنا من وقت أريد أن أسألك فيه سؤال شخصي طبعا. بالنسبة لك 2019 كيف مرت عليك؟ الله يعيننا الحمد لله مرت علي بتشرد ويعني الحمد لله أنا إيماني بالله قوي كثير الحمد لله لا يتزعزع برغم أنه الوضع السياسي منعت أنا الآن لا يسمح لي بالدخول إلى مصر لأن ما يعطوني فيزا وضعي في معظم الدول العربية تتقلص مساحة الحركة أنا تركت كما هو معلوم الائتلاف لأنه وصلت إلى يعني نفق مسدود غير ممكن أن يصلحوا أنفسهم لا يريدون أن يصلحوا وهذا من الأحداث البارزة التي ناقشناها معكم في نعم حلقاتنا يعني مع الأسف الشديد يعني أنا أولا كرجل قانون أمضيت أكثر من 60 سنة من عمري في القانون الائتلاف منذ أنشئ حتى الزمن اللي تركت فيه الائتلاف لم أسأل عن أي مسألة قانونية بالمطلق يعني لا مسألة تتعلق بالشعب السوري ولا مسألة تتعلق بالائتلاف يعني مثلا نزير الحكيم بيساوي جوازات السفر ما سئلت شو رأيك كيف لازم نستعمل جوازات السفر أخذ 1,000,000 يورو من أحمد طعمي ما في حدا يحاسبه من وين كيف أخذ مال وكيف طعمي عطاه أمور ولا كلها متداخلة كل واحد بيشتغل لحاله بكيفية ولا في ضوابط ولا في محاسب ولا في شيء ولما راحوا إلى اللجنة القانونية يعني أنا قلت لهم إنه هذه خيانة للثورة يعني قلتها علنا في الائتلاف وانسحبت من الائتلاف بهذا السبب يعني هذا تدمير للثورة السورية ما يفعله هؤلاء ما يسمى المفاوضون هيئة التفاوض برئاسة نصر الحريري والائتلاف برئاسة من يرأسه بالانتخابات كلهم يسيرون في اتجاه خطأ خلافاً لمصلحة السوريين والثورة السورية فيما يتعلق بالأمن.